لنقاش هذا الملف ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان الكاتب والمحلل السياسي عبد القادر النايل. أهلا بكم دكتور عبد القادر. أهلا وسهلا بكم ومشاهديكم الكرام. بالتزامن مع تحميل الخارجية الأمريكية مسؤولية الهجمات التي تستهدف مصالح واشنطن في العراق لميليشيا العصائب، إلى أي مدى تظن أن العراق مقبل على صراع جديد مع واشنطن بسبب اعتداءات الميليشيات على المصالح الأمريكية؟ من المؤكد تماما أن هذا الاعتراف الدولي ولا سيما من الولايات المتحدة الأمريكية بكشف العصائب هذه الميليشيات لأنها وراء هذه الهجمات، وبالتالي هي أيضا وراء هجمات اغتيال المتظاهرين والمدنيين العراقيين، وبقية الميليشيات تعد اعترافا واضحا دوليا بحجم مأساة العراقيين الذي تتحكم فيهم هذه الميليشيات المسلحة ذات التبعية الإيرانية والتي لا تخضع لا لقانون عراقي ولا لأي عملية منهجة. لذلك من المؤكد تماما انه هذا الاعتراف يؤكد على ان الصراع الاقليمي والدولي، الصراع ايران امريكي، الصراع ادوات ايران مع التواجد الامريكي على الارض العراقيه هو قائم، بالتالي لا زال متواجدا، وبالتالي هم يعملون بهذا الاطار على عده محاور. لذلك العراق لا زال يشهد هذا الصراع، وما حدث اليوم صراعات سياسيه ايضا واضحه القت بظلالها على حجم الصراع على النفوذ داخل العراق. وهذا يقودنا حقيقه الى معرفه تامه انه العراق مختطف، ولذلك المتظاهرون يريدون اعاده العراق المختطف من قبل هذه الميليشيات ومن قبل تواجد قوات دوليه على اراضيه باعتبارهم انهم جعلوه ساحه تصفيه الصراعات. هذا يؤكد بالمطلق ان العراق مقبل على عده سيناريوهات، اقلها حقيقه ان تكون هناك حروب بارده ما بين الولايات المتحده وما بين هذه الادوات من الميليشيات. بالتاكيد ايران ستحرك هذه الميليشيات قبيل الانتخابات الامريكيه لاحراج ترامب والحزب الجمهوري من عمليه الانتخابات او عدم تشكيله لولايه ثانيه، وهي تطمح ايران الى ان تصل الامور الى هذه القضيه او الى هذه النقطه المفاصله اذ لم يكن هناك استباق امريكي على هذه الخطط. في هذا السياق كانت السلطات الامريكيه تحدثت عن مساعي لما وصفته تجفيف مصادر تمويل الميليشيات، ما مدى فعاليه هذه المساعي؟ وهل يمكن لها برايكم ان تنعكس سلبا على الشعب العراقي اذا جاءت على شكل عقوبات؟ اولا اذا شملت الاحزاب والميليشيات والاسماء الموجوده بطريقه فعليه بالتاكيد حقيقه لن تكون لها تاثيرات وتداعيات على الشعب العراقي. الا اذا سُمل العراق كبلد بهذه العقوبات خلال ان هناك قوه امريكيه على العمله العراقيه وكذلك على ان ايرادات النفط العراق تكون للبنك الفدرالي الامريكي. اذا سُمل العراق كعقوبه تكون بالتاكيد ضررها على الشعب العراقي، اما اذا بقيت العقوبات تتراوح على استخدام هذه الشخصيات ايضا لن يتاثر الشعب العراقي، لكن لن تكون مجديه بالفعل المطلق، لانه فقط هي حددت الاسماء لكن ينبغي ان تكون هناك سلوكات اخرى من اجل تجفيف منابع تمويل هذه الميليشيات، اما طرح الاسماء على اللائحه الامريكيه فهؤلاء لا ياخذون الاموال من الامريكان، هؤلاء ياخذونها عبر الفساد المالي والاداري من خلال استيلائهم على المال العراقي داخل العراق وعلى البنك المركزي العراقي، لذلك ينبغي ان تكون هناك خطوات حقيقيه في عمليه عدم أن يكون هناك سحب للمال العراقي أو سرقة للمال العراقي من قبل الحكومة، بالتالي تحتاج هناك إذا ما أراد تجفيف منابع الأموال لهذه الميليشيات أن يكون هناك عملية مراقبة دولية من خلال صندوق النقد الدولي أو البنك المركزي الدولي على في هذا السياق الأموال العراقية داخل البنك. أستاذ عبد القادر، بالحديث عن الحكومة، كانت الخارجية الأمريكية أعربت عن قلقها من فشل الحكومة في العراق في التعامل مع الميليشيات ومنها ميليشيا حزب الله، هل ترى أن ذلك يعد فشلا أم تواطؤا برأيكم؟ أولا الحكومة هي مشكلة من هذه الميليشيات وتعلم الولايات المتحدة هذه الجريمة منذ عام 2003، بالتالي الحكومة ليست فاشلة حتى نقول أن الحكومة تريد، لكن الميليشيات اقوى منها، الحكومه متواطئه وهي جزء من نتاج هذه الميليشيات، وبالتالي الميليشيات اكتسبت قوتها خلال الدعم الحكومي المطلق، لذلك هي حكومه الميليشيات وبالاصح هي حكومه البنادق التي تسيطر على القرار السياسي والاقتصادي العراقي ذات التبعيه الايرانيه،
لذلك الحكومة متواضعة وهي جزء رئيسي من حكومة الميليشيات، لذلك لا يمكن أن يكون هناك أي صلاح إلا باقتلاعها كما يريد المتظاهرون والشعب العراقي. وهنا حقيقة نركز على أنه الفشل لهذه الحكومة يعود على فشل العملية السياسية التي زرعتها الولايات المتحدة داخل العراق، وهذا الفشل الحقيقة يتوجب أن يكون هناك حلاً لهذه الحكومة، وأن هناك واجباً أخلاقياً وقانوناً على الولايات المتحدة، لأنها هي التي تقوم هذه العملية السياسية وهذه الحكومة المتواطئة مع الميليشيات والتي هي تؤسس وتقوي الميليشيات على حساب الدولة العراقية ومؤسساتها. وبالتالي رأيتم وراء العالم اليوم الانسداد السياسي الذي حصل ما بين الميليشيات وجميع الأطراف السياسية المتكونة من هذه القضية على المناصب والنفوذ ضمن وزارات الساكنات تخضع للمحاصصة الطائفية والميليشياوية. بالتالي هذا يقودنا إلى أن لابد أن يكون هناك فعلا حقيقية لاستعادة العراق كحكومة، وأن تكون هناك حكومة حقيقية يمكن من خلالها تقوية المؤسسات والدفاع إعادة هيكلية الجيش غيرها من القوى، وبالتالي تذهب الميليشيات هباء مع الريح في العراق ولا يمكن التواجد، لأن الشعب العراقي الآن مهيأ لإنهائها، لأن الآن العراق عارف تماما. أستاذ عبد القادر، معذرة على المقاطعة، فقط لكي نأخذ كل جوانب الموضوع، نتحدث عن اللائحة الجديدة للإرهاب، هذه اللائحة الأمريكية التي شملت أسماء مثل زعيم ميليشيا حزب الله في العراق أحمد الحميداوي، ما مدى أهمية هذه اللائحة الجديدة؟ الأهمية تأتي من حيث القانونية، أن الولايات المتحدة راعيت العملية السياسية تعترف بأن الإرهاب هو لهذه الميليشيات التي هي تستيطن العراق أكثر من الميليشيات أو أكثر من الإرهاب الطارئ الذي يحدث عدة مرات من خلال عدم وجود حكومة وقوات عراقية حقيقية تدافع عن العراقيين. بالتالي هذا الإرهاب المتجذر في العراق اليوم يكشف، لأن هذه الميليشيات كحزب الله وغيرها من الميليشيات العصائب وبدر وغيرها هي اصل الارهاب وهي السبب الرئيسي في ان ياتي الارهاب الطارئ او ان ياتي انهيارات الامنيه، لذلك تاتي من هذا الكشف. وبالتالي الشعب العراقي يتطلع ان تكون قرارات دوليه ذات صله بالمجلس الامن وليس فقط الولايات المتحده الامريكيه على كشف وعلى تحكيم وعلى رصد هذه الاسماء وكشفها للعالم. لذلك هذا يتوجب حقيقه على معرفه حجم تاسيس الشعب العراقي عندما تعترف الولايات المتحده الامريكيه امين عام حزب الله حزب الله وغيره، هؤلاء هم الارهابيون الذين يمارسون الارهاب بحق الشعب العراقي وبحق العالم. لذلك حقيقه اليوم عندما يتواجد هكذا ارهاب ينبغي هناك ان تكون قرارات ذات صله لاخراج هذا الارهاب ومعاونه الشعب العراقي، لا سيما ان هناك بلاء اماكن وقواعد عسكريه تجسسها يتخذها لعمليات الارهابيه. هذه العمليات الارهابيه ربما من بينها ان بعض المصادر اشارت الى ان زعيم ميليشيا حزب الله احمد الحميداوي هو مسؤول عن عمليات القنص التي استهدفت المتظاهرين السلميين. لماذا برايكم لم تتحرك الحكومه التي طالما قالت بانها ستعاقب من يقتل المتظاهرين؟ الحكومة لأنها هي التي تدعم عملية قتلهم، ولأن هذه الميليشيات هي أعلى من الحكومة والحكومة تابعة لها ولقراراتها. لذلك رأيتم أن مجزرة السلك التي حدثت كانت برعاية حكومية عندما سحبت أفواج الجيش، لا سيما الفرقة 11 من الجيش الحكومي، هي التي تواطأت بضباطها مع عملية القرص وعملية سحب الحواجز التفتيشية حتى تدخل هذه الميليشيات. لا سيما بعد كشف في الاخير حقيقه حتى كلمه الخالد الذي كانت ترفع على جسم مجسر التريك كانت معلومه لابي الفدد الذي كان الذراع الايمن، وكان هذا اللقب يطلقه عليه قاسم سليماني الذي قتل بالغاره الامريكيه. لذلك حقيقه الحكومه هي تدعم هؤلاء وتعلم جيدا بالاسماء وبالادله من هم القناصون ومن هم القتله من هذه الميليشيات سواء او الجباء او غيرهم من بدر وغيرهم. بالتالي اصل مكونات الحكومه من القوات الحكوميه سواء الجيش او الداخليه هي لهذه الميليشيات، وكلنا يعرف ان وزاره الداخليه تخضع لميليشيات بدر، فلا يمكن للحكومه ان تحاسب نفسها. لذلك الحكومه والميليشيات مترادفان يعملان جميعا فيما بينهما لانهما نفس الحاله، وبالتالي هم الحكومه والميليشيات ان ترتكب هذه الجرائم. شكرا جزيلا لكم الكاتب والمحلل السياسي عبد القادر نايل، كنتم معنا عبر الهاتف من العاصمه الاردنيه عمان.